السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعضاء ومشتركي وزوار قناة المعلم التعليمية. معنا النهاردة درس جميل ومفيد جدا، وهو كي برنامج لفتح الأجهزة الموجودة معنا على الشبكة. البرنامج ده طبعا بيستخدم طريقة الشيرينج، يعني لو أنت معك مثلا واحد معاك على الشبكة، نفس شبكة النت، عامل شيرينج الملف وانت الكمبيوتر عندك مش بيدعم الشيرينج، ممكن تستخدم البرنامج ده عشان تتواصل معاه. البرنامج مساحته صغيرة، 5 ميجا بايت. طبعا انا هرفع لكم البرنامج ده على الميديا فاير، وهيكون في الديسكريبشن في وصف الفيديو. بنيجي هنا نفك الضغط عن الملف، طبعا بيطلب باسورد، انا هرفعه لكم من غير باسورد، هضغطه من غير باسورد. بنفتح البرنامج بالشكل ده. دي صور للبرنامج، هنا عشان تعرف ازاي تشتغل عليه، شرح مصور يعني. بس هو البرنامج مش محتاج كل ده، انا هوريكم طريقة سهلة. طبعا البرنامج معاك كراك، انا البرنامج بيتسطب عادي جدا. طبعا مش هينفع بس اسطبه لاني مسطبه مرة قبل كده، بس البرنامج مش مجاني، البرنامج بيديلكم 14 يوم، وممكن بعد كده تشيله وتسطبه تاني. البرنامج هيفتح معانا ان شاء الله بالشكل ده. دي هتكون الايقونة بتاعته كده، هيفتح معانا البرنامج بالشكل ده. هنا مدينا 15 يوم، انا استخدمت من 15 يوم 0 لسه. اضغط اوكي، بيفتح معانا البرنامج بالشكل ده. دي الاجهزة اللي موجودة معانا على الشبكة. طبعا عشان تحدث البيانات الموجودة بتضغط هنا كده، كده بيحدث البيانات بتاعة الشبكة. نفتح الجهاز الموجود أو اللي عامل شيرينج، الجهاز مثلا ده كده فتح الملفات اللي معمول شيرينج عنها. بنفتح أي ملف، فتح معانا الملف، ناخد اللي احنا عايزينه كوبي، او نفتح الحاجة اللي موجودة على الجهاز طول ما طبعا متوصل ببعضه. وفي الأجهزة التانية، بس طبعا الأجهزة التانية مش هتكون عاملة شيرينج، ده أدمن الشبكة. دول الجهازين دول طبعا بتوعي، الاتنين دول، ده بتاع السيرفر. طبعا مفيش أجهزة تانية موجودة على الشبكة. ان شاء الله البرنامج يكون عجبكم. هو مش محتاج حاجة، ومش محتاج ان انتوا تلعبوا في الاعدادات بتاعته، الاعدادات بتاعته جاهزة ومظبوطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم اتمنى ان انتوا تعملوه مشاركة واعجاب على قناة المعلم التعليمية. واراكم في حلقة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.